صباح الخير. لو بتركن صف سابع، لو بتمشي برتم واقع، لو مقايل عالطريق مهريش دي معلم مش هامع، او بتعاكس عالنواصي او بتصور قطش راسي، او انت ماشي عامله خطتك ايه بس انت بقيتي حلوه دخلت راسي اه يا راسي. لو مقضي حياتك سيلفي اي حاجه في اي حته تمشي، لو بتقول لصاحبك يا حاج والحاج اللي في البيت بتقول له يا بنجي. اي حاجه في اي حته، 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 اي حاجه في اي حته. لو بتغطس جوه اوضتك، لو بتركن على السطوح، لما يبقى عيد ميلادك وتفكر تعمل سبوع، لما النور القاطع يجي يطفي ويطلع شموع، لما تاخد كل حاجه تبقى بني ادم خنوع، اي حاجه في اي حته. كل الاخبار كله تمام؟ تمام الحمد لله. بتركب المترو كل يوم؟ كل يوم يومين. المترو وسيله يعني اسهل من بقيه المواصلات؟ طبعا المترو احسن وسيله نقل مواصلات في مصر، لدرجه ان احنا بنركن عربياتنا وبنستخدم المترو. بتعمل ايه الصبح في حياتك بقى، في يومك الطبيعي؟ الصبح بنزل بدري حوالي الساعه 7:30 عشان اروح شغلي. وبركب المترو بوسيله جميله، ساعات بتكون زحمه اثناء الدراسه واثناء دخول وخروج الموظفين. الناس كلها نزلت، انت ما نزلتش ليه؟ نازل الاخر. بتركب المترو كل يوم؟ يعني علشان الشغل ولا ما بتشتغليش؟ لا ما بشتغلش والله، بس بقدم مصالح يعني. والمترو وسيله نقل سهله وظريفه؟ طبعا طبعا انا بحبها عن اي حاجه صراحه. بس ما بتركبيش ليه عربيه السيدات؟ والله عشان معايا ابننا هنا معايا، فما خايفه لا يتوه مننا. بتركبي عربيه السيدات؟ تمام. لا لما بتركبي عربيه السيدات تلاقي راجل بيدخل بتعملي ايه؟ بننبهه لان بيبقى فيه مخالفه، بننبهه بس. بس ما حدش بياخد مخالفه في الاخر. لا بياخده. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ رودة الحمد لله. بتركب كم مره، كم مرحله يعني، كم محطه في المترو؟ بركب مره الصبح انا رايح الشغل ومره انا راجع. المترو وسيله نقل سهله صح؟ طبعا ده حاجه نعمه يعني. بس بعد التطوير اللي حصل ده بقى احسن ولا لسه زي ما هو؟ لا بقى كويس. اي حاجه في اي حته. صباح الفل. صباح العسل. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. اسم حضرتك ايه؟ علي عبد الخالق. عم علي ازيك؟ الحمد لله. السواقه بتاعت المترو صعبه صح؟ لا ان شاء الله مش صعبه ولا حاجه. يعني بحس ان هي فيها حوار كده. لا لا لا، تخيل انت قدامك زراير كتيره جدا. لا مفيش اي صعوبه في اي حاجه. طب لو اديتنا فكره كده سريعه، ايه الزراير دي بتعمل ايه؟ هو كل زرار ليه حاجه معينه بنتفاعل معاه حسب الواقع اللي احنا فيه. بس انا برضه نفسي افهم انت بتعمل ايه هنا؟ يعني دي هل دي بتبقى اوتوماتيك ولا دي بتبقى تشغيل مانوال؟ يعني هنا ده ايه؟ تشغيل ده مانوال، هنا الكنترول. ايوه. خدت بال حضرتك؟ دي فرامل. عباره عن ايه؟ اوكي. الحياد اللي هو يعتبر اكنك من نورمال، اللي هو زي ما بيقولوا كده منورها. بالظبط. اه. الكنترول اللي قدام الجر. ده كده يعتبر مسير، وبزود سرعه حسب السرعه اللي مطلوبه مني عشان انفذها. اوكي. وبتزود سرعه، لو انت زودت سرعه تدوس قدام تطلع قدام. بالظبط قدام. البريك اللي هو الرباط حسب ما انا محتاج رباط على درجات، عن طريق ان انا احب امسك فرامل بالنسبه للمحطه. بس المترو ما بيرجعش لورا؟ لا طبعا. تفتح له يرجع لورا؟ لا يرجع ورا بتعليمات. يعني في الامكانيه لده؟ مؤهل مؤهل. اوكي. طيب يعني ده واضح ان انت بتستخدم ده بس. بالظبط. الحاجات بقى بتاعت الابواب مثلا، في عندي زرار للابواب، فتح الابواب. ايوه. في عندي زرار لغلق الابواب. اوكي. في عندي زرار لالغاء لو في ضروره قصوى، حصل اي عطل ما في القطر وانا عايز الغي المعلومه، اروح دايس على الغاء الابواب.
في عندي زرار للفتح العادي وزرار للقفل العادي. اوكي. طب والشاشه بقى اللي هي الكمبيوتر دي؟ شاشه التي ام اس ديت ملمه بجميع الوسائل الموجوده في القطر. اوكي. بالنسبه لتعامل الابواب، بالنسبه للكهرباء، للتعشيقات، للتشغيل العادي، كل حالات القطر موجوده. بيسموها في العربيه الملاكي كمبيوتر الرحلات. بالظبط. اللي هو عشان لو حصلت اي حاجه تبان لك هنا في حراره، في بتاع، مش عارف ايه. بالظبط. اوكي تمام. والعدادات دي طبعا عدادات السرعه. طبعا ده عداد سرعه، وده عداد الفولت بتاع القطر. اوكي. بطاريات، وده طبعا عداد ضغط الهواء. اه. طيب في موقف غريب انت تعرضت له قبل كده وانت راكب يعني سايق؟ بنت كانت واقفه مع خطيبها وشدت ايدها ورمت نفسها قدامي على السكه. لا حول ولا قوه الا بالله. فالحمد لله. إيه؟ الحمد لله وقفت يعني. الحمد لله يعني. الحمد لله. بس ده لازم بقى بتدي علم الاداره بقى ساعتها بتبقى حوار. اه طبعا ما تتحركش، ما ياخد علم الاداره والشرطه بتيجي تعمل الاجراء محضر والكلام ده كله. اوعى القطر اللي جاي حبيب قلبي يديك الاكس جامد يا عم علي. عم علي دلوقتي ده القطر المفروض اللي احنا راكبينه ده الجديد. بالظبط. ايه الفرق بقى بينه وبين القديم؟ ده قطر فيه تكنولوجيا عاليه عن القطر العادي. دي حاجه حديثه احنا جايبينها. فيها اوبشن اعلى من القطر العادي. مثلا في توعيه للركاب عن طريق اذاعه داخليه للركاب. في عندي مثلا شاشه مبينه لي الاعطال الموجوده في القطر لو عندي عطل. اوعى كلاكس اللي جاي. الله. برغم ان المترو هو وسيله نقل سهله جدا، لكن هي مليانه تفاصيل ومش سهله خالص. يعني انت مش سايق توك توك، انت سايق مترو. المترو ده من الحاجات الصعبه جدا. من خلال يومنا اللي ابتديناه في المحطه وركبنا القطر وركبنا مع السواق، في زراير كتيره جدا هو بيتحكم فيها، مش عارف هو بيدوس على حاجات كتيره جدا، مواقف كتيره جدا بتعدي عليه. بس كل ده مش سهل، كل ده في منظومه كبيره وهي التحكم المركزي. علشان كده هنتكلم مع مساعد رئيس الهيئه للتحكم المركزي. فخلينا نشوف كده هنتكلم معاه في ايه. في وسط الزحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وكان مهم جدا من ساعه لما نزلنا وشفنا رحله المواطن في مترو الانفاق، كان مهم جدا نعرف بقى الزراير والحاجات اللي كانت موجوده دي كلها عند السواق، رايحه فين وجايه منين وبتعمل ايه. فعلشان كده احنا موجودين دلوقتي في مكان هو المفروض هي غرفه التحكم اللي بتمشي الخط الاول والخط الثاني، وفهمنا كمان ان الخط الثالث موجود في العتبه. فانا معانا منورنا كده يعني، طبعا احنا ضيوفه هنا المهندس عصام منير، مساعد رئيس الهيئه العامه لمترو الانفاق للتحكم المركزي. تمام. مساء الفل. مساء الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. صباح الفل بقى عشان احنا لا الصبح. طبعا حضرتك سريعا كده اشرح لنا يعني احنا المكان ده عباره عن ايه او بيعمل ايه بالظبط؟ هو انتوا هنا موجودين في غرفه التحكم المركزي. الغرفه دي تعتبر زي العقل المفك للمترو. يعني من هنا بنقدر نحرك القطوره بالنسبه للخط الاول والثاني، بتابعها في كل المحطات، بيقف بيفتح بابه للركاب، سواء عنده مشكله بيكلمني. التحكم الكهربي للكهرباء اللي هي المغذيه للمترو، حصلت اي مشكله على السكه، اي مشكله عند الناظر، كل الحاجات دي كلها بتجيلي هنا في غرفه التحكم المركزي، وبقدر ان انا اتعامل مع السواق، اتعامل مع ناظر المحطه بوجهه. يعني احنا هنا يعتبر زي العقل المفك للمترو. من هنا بنقدر ندير منظومه المترو كلها، الخط الاول والثاني. انا تقريبا الموظفين اللي بيشتغلوا هنا لازم يكونوا يعني كفء بزياده، دول من اكفاء الموظفين أكيد اللي شغالين. اكيد هنا. اكيد هو الراجل الموظف اللي هنا ده كان شغال تحت. اه. ومر بكل المحطات ومر بكل الاعطال، وعارف اعطال الوحدات ايه، عارف اعطال الشبكه، عارف كل حاجه، بحيث من هنا بيقدر يكلم السواق يوجهه، عارف ايه قدام السواق. اوكي. من هنا بيقدر يكلم نظر المحطه يقول له اعمل كذا. انا بزيع على النظار على الركاب من هنا، لا اسف للساده الركاب لو في اي مشكله لا قدر الله. بتقدر يعني توصل لهم الصوت اللي هناك للعربيه بالنسبه للخط الثاني؟ لا مش العربيه. العربيه ده في التحكم تحت موجوده برضو. أوكي. ممكن اكلم السواق اقول له خليني انا اسمح لي ان انا اكلم الركاب. فده بيوصل حاجه عنده جوه الاذاعه اللي هو بيذيع بيها على الركاب، بيوصلها لي بيا انا. ممكن ازيع على الراكب اقول له لو في اي حاجه لا قدر لو في اي حاجه لا قدر الله بيكلمني يعني. طيب هنا نسبه الخطا لا قدر الله يعني هي زيرو المفروض يعني.
لا هنا في الخط الاولاني في نسبه خطا. في نسبه خطا. في نسبه خطا لان بعتمد ايوه لان من 89 شغال. اوكي. فبعتمد على العنصر البشري. لا الخط الثاني كله كمبيوترايز. هو الكمبيوتر بصوره بيتحمله هو بيمانج كل حاجه موجوده في الخط. طب انا كنت عايز اسال سؤال بالبلدي كده. اتفضل. يعني لو في حد سواء في الخط الاول او الثاني ممكن بسبب غلطه قطرين يلبسوا في بعض لا قدر الله. ممكن. الخط الاول. الخط الاول. الخط الاول. لكن الثاني مستحيل. لا الخط الثاني ممنوع. عشان انا عرفت اللي هي بتاعت اللي هي عجله الميت دي اسمها ايه؟ رجل الميت. دي الميت. دي لو السواق نفسه مات القطر بيوقف لوحده. اوكي. موجوده في الخطين. لكن نسبه التعامل مع البشر موجوده في الخط الاول اكبر. طيب يبقى حلو يبقى خطا عايزين بقى نلغيه ونطوره في التحديث. لا 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 التحديث كله يعني عايز اقول لحضرتك ان النقصه اتعملت واتشهرت وكله وكله ده هيتحدث نظام الاشارات هيبقى زي التاني زي التالت. والتالت والرابع بقى امتى؟ التالت حضرتك معانا دلوقتي لغايه الاهرام من العتبه للاهرام. اوكي. دول مش شغالين انا مسؤول عن تشغيلهم. حلو. لكن يعتبر الهيئه القوميه للانفاق اللي هي بتنفذ المشاريع ومسؤول عن تنفيذها هي بقى اللي شغاله في حته ايه بقى؟ ان هي هتمد الخط لغايه مطار القاهره. ده في الخط اللي هو بتاع الهرم اللي هو الخط الهرم ده الخط الرابع. رحله المواطن في المترو بتبقى رحله طويله جدا. عندك حضرتك احصائيات كده كام مواطن بيركب المترو يوميا؟ عندنا يوميا 2 مليون و4 من 10 راكب. 2 مليون. انا عندي 22% من بيستخدموا مواصلات عامه مترو الانفاق اللي هو 22%. يعني عندي 10 مليون مواطن بيركبوا المواصلات العامه 2 مليون منهم و4 من 10 بيركبوا عندي في المترو. اوكي. فيعتبر 22% من اجمالي اللي بيستخدموا المواصلات بيركبوا عندي المترو. طيب حاجه بقى شغل الناس كلها موضوع سعر التذكره. سعر التذكره هتغلى هترخص يعني مش هترخص طبعا مفيش حاجه بترخص في البلد بس هتغلى ولا مش هتغلى هي انا عايز اقول لحضرتك موضوع قرار زياده التذكره ده قرار سياسي. يعني ايه؟ يعني بيطلع لمجلس الوزراء من خلال الوزير بتاع معالي الوزير بتاعنا بنقدم له ايه مقترحاتي هغلي التذكره ازاي؟ ايوه. لان في شروط. يعني ايه شروط؟ يعني انت الراجل اللي بيركب كل يوم ده والطالب والعسكريين حاجات معينه انا لازم احافظ عليها ما اقدرش اغلي عليهم. فانا بغلي على الراجل اللي هو ايه كل اسبوع مره نازل يقضي مصلحه بتاع ده اللي هيبقى ب 2 جنيه انما الباقي انا ممكن لو هو جالي وعملت له اشتراك احافظ له على هتبقى محافظ له على السعر اللي هي كانها جنيه عادي جدا هو جنيه الطالب ب 22 جنيه كل 3 شهور يعني بدعمه ب 160 جنيه نفس الدعم هو في الفتره اللي فاتت كان في العربيات الجديده اللي هي العربيات الكوري اللي احنا ركبنا فيها. ايوه. دي ايه الفرق بينها وبين العربيات القديمه؟ هو بجنيه. هو لكن عندك مثلا نمره واحد تكييف، نمره اثنين كل محطه بيقول لك ذا نيكست ستيشن محطه قادمه كذا. واخد بالك؟ اللي هو الخدمه الصوتيه. الخدمه الصوتيه موجوده، ممكن لو هو في اي مشكله بيروح مدايس على زرار مكلم السواق على طول مباشره، دي مش موجوده برضو بس في مفيش خطه ان احنا نعمل احلال للعربيات القديمه كمان؟ موجوده. انت يوم ما توصلني ان انا عندي ال 20 قطر دول الكوري هاخد 20 من قدام احطهم اعمل لهم تجديد. برغم ان اليوم صعب جدا بس عدى الحمد لله فبانت رحله المواطن من اول ما بينزل بيته لغايه لما بيروح على شغله ورحله المترو. الزحمه بتؤكد ان هي اهم حاجه في مصر، كان عنده حق عدويه لما جالنا زحمه يا دنيا زحمه وزحمه وتاوي الحبايب، ففي مصر كل حاجه فيها زحمه بس احنا بنحاول كده نلطف الجو دايما ونحاول ننبسط، فانبسط دايما وانبسط بالزحمه، كل الزحمه حاجه لطيفه زي ما الناس بتركب المترو ومبسوطه ومعاناه المواطن المصري في المترو. يلا باي باي.